قصف جوي مجهول يستهدف منزلا بحي الشارب شمال مدينة أوباري. منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة المقترحة بمسؤوليتها عن جرائم خطيرة تجري في ليبيا. ومبعوث الأمين العام للجامعة العربية يقول أن ليبيا قد تضطر إلى سن دستور جديد يتلائم مع متطلبات المرحلة. أهلا بكم مشاهدينا للعاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال مصدر أمني من أوباري لنبا أن طيرانا مجهولا استهدف منزلا بحي الشارب شرقي المدينة. وأوضح المصدر لنبا أن السكان عثروا على جثتين دون رأسيهما عقب القصف، مشيرا إلى تضرر المنزل وبعض السيارات الموجودة أمامها. وأضاف المصدر نقلا عن سكان المنطقة أن طيرانا مجهولا يحلق منذ أكثر من شهر فوق سماء المدينة. وفي الجنوب الليبي أيضا، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المقترحة فاضي الشافعية إن المجلس الرئاسي المقترح خصص مبلغا لمساعدة أهالي سبها النازحين. وذكرت الشافعي في تصريح لنبا أن اللجنة التي شكلها الرئاسي المقترح لحل أزمة الجنوب تعمل على التواصل مع جميع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة بالمدينة. وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن فرع الوزارة في سبها ساهم في تقديم مساعدات للأهالي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمدينة. من جهته، أكد عميد البلدية حامد الخيالي أن مجلسي النواب والرئاسي المقترح على دراية كاملة بتواجد قوات أجنبية في المنطقة الجنوبية. وذكر الخيالي في تصريح للنبا أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج وعد الفترة الماضية خلال اجتماع مشترك بالرد على احتياجات المدينة والإشكاليات التي تمر بها دون أي استجابة منه حتى اللحظة وفق قولها. وأضاف عميد بلدية سبها أن المدينة تعاني أوضاعا بيئية وإنسانية صعبة في ظل ما وصفه بتخاذل جميع الجهات المسؤولة في البلاد وفق تعبيرها. أفاد أحد أعيان تبو محمد صندو بأنهم أكدوا لوفد الرئاسي المقترح ضرورة تسليم المواقع الأمنية والعسكرية في سبها لقوى محايدة بغية إنهاء الأزمة في المنطقة. وأضاف صندو في تصريح لنبا أن جهود الرئاسي المقترح في المصالحة بسبها تعثرت بسبب امتناع ممثلين عن قبيلة أولاد سليمان عن لقائهم لأسباب غير معلنة. وأشار إلى أن لجنة من أبناء الجنوب تعمل على التنسيق بين الأطراف المتنازعة بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة. هذا وانهت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المقترح بشأن الجنوب زيارتها إلى مدينة سبها دون أي نتائج. وأوضح مصدر في الوفد الذي زار المنطقة خلال اليومين الماضيين للنبأ أن الزيارة تمحورت حول الاستماع إلى الأطراف المختلفة في المدينة والاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بإطلاع المجلس الرئاسي المقترح على نتائج جولتها من أجل الإعداد إلى زيارة أخرى والبدء في خطوات عملية على الأرض حسب تعبيره. من جهته، قال رئيس لجنة عيان وادي الشاطئ محمد العجيلي إن الحلول في منطقة الجنوب لا تأتي إلا بوجود الدولة. وأضاف العجيلي في اتصال مع النبأ أن حالة من التوتر في الجنوب تقع ضمن إطار الحالة الليبية، وأن الجهود المبذولة هي ما أسفرت عن الانفراج الحالي. وأشار العجيلي لأن عموم الناس لا تريد الحرب، وأن مؤشرات التوافق بين الفرقاء بسبها تصل إلى 50% حسب وصفه.
وفي سياق متصل أشار الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي لأن المركز استقبل جثة تعود لعامل إفريقي. وأوضح الوافي في تصريح للنبأ أن العامل قتل جراء سقوط قذيفة هاون على مقر عمله يوم الخميس، وجرى التحفظ على جثته في المركز بسبب عدم التعرف عليها من قبل النيابة العامة. وأضاف الوافي أن حصيلة الاشتباكات في سبها منذ 4 فبراير الماضي بلغت 8 قتلى و 35 جريحا. أكد المتحدث باسم قوة حماية جنزور أحمد عبد الجليل أن حركة السير بالطريق الساحلي غرب المدينة طبيعية. وقال عبد الجليل في تصريح للنبأ أن هناك تمركزات للأجهزة الأمنية التابعة لهم بعد ورود معلومات حول تحشيد عسكري بالقرب من بوابة 27. أضاف المتحدث باسم القوة أنه لا توجد لديهم أي نية لإغلاق الطريق الساحلي والأمر متروك لآمر المنطقة العسكرية طرابلس وفق قوله. هذا وأعلن المجلس البلدي للمياه غرب العاصمة استنكاره ورفضه القاطع للتحشيدات العسكرية على أطراف المنطقة في جميع الاتجاهات. وأوضحت البلدية في بيان لها الجمعة أن التحشيدات تندرج ضمن ما وصفتها بالمشاريع الخفية التي تعمل على زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم. وطالبت البلدية الجماعات المسلحة بضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية، كما دعت الحكومة المقترحة إلى أداء مسؤولياتها واستلام إدارة البوابات الواقعة داخل حدود المسؤولية لمديرية أمن الشفارة. وكانت الغرفة العسكرية الزاوية وسرايا وكتائب الثوار نظموا استعراضا مسلحا ببوابة الزاوية الشرقية. وبحسب مراسل النبأ فقد طالبت الغرفة العسكرية التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي بانسحاب قوات عماد الطرابلسي من الطريق الساحلي. وأوضح المراسل أنه جرى إعطاء قوات الطرابلسي مهلة حتى السبت لتنسحب من الطريق. هذا الاستعراض طبعا رساله الى القوه حتى قاده المصادر العسكريه في مدينه الزاويه، الى القوه المتواجده الان في الطريق الساحلي من منطقه الفرسان او ما يعرف بوابه الفرسان ومتواجده في منطقه الشتان 27 التي يطالبون فيها الانسحاب بهذه القوه بعد جهود يعني بعد اعطاء المهله اللي تنتهي يوم السبت يوم الغد السبت. اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المقترحة بمسؤوليتها عن جرائم خطيرة تحدث في ليبيا وتقاعسها في إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وذكرت المنظمة في خطاب مفتوح رفقة 18 منظمة حقوقية أن مجموعات تابعة للحكومة المقترحة وأخرى تابعة لميليشيات الكرامة ترتكب انتهاكات جسيمة، من بينها ارتكاب عمليات تهديد واعتداءات بحق مدنيين وصحفيين ومهاجرين غير شرعيين. وطالبت العفو الدولية الحكومة المقترحة باعتماد آلية تحقيق دولية تمنع ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لضمان التزامها بالتحقيق في الجرائم الخطيرة. حمل الناطق باسم المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا الشيخ جمعة السرار حمل عارف النايض المسؤولية عن البيان المزور الذي تداولته قناة ليبيا روحها الوطن. وأفاد السرار في تصريح لقناة النبأ بأن الهدف من بث البيان خلق الفتنة والترويج لعارف النايض في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنهم إن أصدروا بيانا فالأولى أن يكون بخصوص انتهاكات التيار المدخلي في بنغازي من اختطاف وقتل للمشايخ وتشريدهم بحسب قوله. هذا
هذا الذي رأيناه منشور على الصفحات والذي نشره أو نشرته قناة ليبيا روح الوطن، وإحنا نحمل صاحب هذه القناة المسؤولية على تزويره بيانا باسم هذا المجلس، والمجلس يتبرأ من هذا البيان. وإن كان للمجلس بيانات فالأولى أن يكون البيان لنمى ووحدة شمال ليبيا، أو أن يصدر بيانا عما يحدث في شرقنا الحبيب وما يتعرض له إخواننا وأحبابنا وشيخنا هناك وزوايانا التي دمر بعضها وهجر بعضها. دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السعودية لوضع حد لمواطنيها أو لمواطنها ربيع المدخلي لتحريضه على العنف وسفك الدماء وحمل السلاح والقتال في ليبيا. المنظمة وفي بيان لها تحصلت النبا على نسخة منها أكدت أن خطابات وفتاوى التيار المدخلي تستخدمها أحد الميليشيات المسلحة لتنفيذ عشرات الأعدامات على أيدي مسلحين ينتمون للتيار في إشارة منها لميليشيات الكرامة. وذكرت المنظمة بالمصير المجهول للشيخ نادر العمراني الذي حرض تيار المدخلي على تصفيته، إلى جانب اعتقاله 3 ليبيين في السعودية وهم في طريق عودتهم إلى ليبيا. قال مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالية إن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور جديد يتلائم مع متطلبات المرحلة في ليبيا. وأرجع الجمالي في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط الجمعة سبب ذلك إلى أن فئات كثيرة من الشعب غير موافقة على بعض مضامين مسودة الدستور بحسب تعبيره، معتبرا رفض أعضاء في مجلس النواب للمسودة أمرا طبيعيا. وأضاف الجمالي أن طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء قد يزيد الوضع توترا لكونه شيئا جديدا في الحياة السياسية في ليبيا. ولفت الجمالي لأن الدول الغربية استغلت الثورة وغيرت مسارها وهي الآن تبحث عن الحل هناك من خلال تحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في ظل التهافت على إعادة بناء ليبيا. ودعا الجمالي الليبيين إلى الانتباه لخطر هذه التحركات رغم ما يشوب دورها من الأنانية والمصلحة الذاتية والآنية لخدمة مصالحها وضمان حضورها على الساحة الليبية أيام الأزمة وبعدها وفق قولها. كشفت صحيفة العربي 21 عن رفض قائد ميليشيات الكرامة طلب السعودية لقاء رئيس مجلس النواب عقيل صالح. ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني قوله إن علاقة حفتر وصالح توترت منذ لقاء الأخير مع رئيس مجلس الدولة أو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي العام الماضي دون أن يستأذنه قبل عقده اللقاء. أضاف المصدر أن حفتر عرض صفقة على المبعوث الأممي بليبيا غسان سلامة في مارس الماضي تتضمن ترشيحه لنائب بالمجلس الرئاسي المقترح مع بقاء فايز السراج وترشيح مجلس الدولة لنائب عن الجنوب. رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالاجتماعات التي عقدت الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية. وشددت السفارة في تدوينة لها بتويتر على أهمية أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية تزامنا مع عمل الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة الوطنية. وأكدت السفارة في تدوينتها ضرورة أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للمساءلة وقادرة على دخر ما وصفته بالإرهاب وتأمين حدود ليبيا. العاصمة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. إيطاليا تستعد لنشر قوات لها في النيجر للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يوافق 23 من شهر مارس ذكرى استشهاد القائد الميداني بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد العريبي الشهير ببوكا، والذي شارك في الحرب التي أعلنتها ميليشيات الكرامة على بنغازي. أهم ما قدمه الشهيد لبنغازي وأهلها في سياق التقرير التالي. كرامة شعب الليبي طلعنا ثورة 17 فبراير، طلعنا للمول، طلعنا موتنا من أجل ليبيا. وليس كباقي الأيام، إنه يوم ترجل فيه أحد فرسان المدينة العصية بنغازي. هو 23 من شهر مارس من عام 2015، فيه ترجل محمد العريبي الشهير ببوكا خلال اشتباكات بين ثوار بنغازي وميليشيات الكرامة. شارك في القضاء على من حاول تدمير مدينته مع بداية ثورة فبراير، وأصر على إكمال مسيرة الثورة والتصدي لحفتر الذي ارتدى لباس الثورة، ثم ما لبث أن وصف الثوار بالخوارج. طبعا في نقطة من وصفها لك يقول لي راهم مش خارجين وطنيين، مش خوارج، مش خارجين وطنيين، راه ليبيا وطني. وصل الحفتر مش تضحك عليه الدول سواء الخارجية ولا العربية، يقولهم خوارج باش يبي يسرق السياسة، فهمت؟ تقول راهم هذوما مش خارجيين وطنيين. دون دراسة التخطيط الحربي انتزع العريبي قيادة المعركة، ملقنا ميليشيات الانقلابي درسا في حرب أطلق عليها اسم الكرامة. نحن الناس طلعنا يوم ثورة 17 فبراير، نقسم لك بالله العظيم لا عندنا نبو مال ولا نبو حاجة، طالعين نبي نموتوا من أجل الحق. الله أكبر. شيء من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل ليبيا. لأجل هذه الكلمات ضحى العريبي بحياته. لم يلتزم الصمت كغيره ممن باع ضميره لمن أراد الاستيلاء على بلد ضحت بأبنائها رغبة في حصولها على حريتها. ببساطة وتواضع وشجاعة عاش العريبي بين أهله، وأبى إلا أن تكون نهايته بينهم. أعلن الشهيد مبتغاه كرفاقه في نصرة الحق وإنهاء عهود من الظلم والقهر. وتبقى الطريقة الأصعب في أن تتقن الغياب كإتقانك الحضور، دون أن تتخلى عن جزء من مبادئك. أنت الكريم وفي الخصال رفيفها، بوكا نزلت عن الجواد ترجلا، وهناك في الساحات أنت مخيفها. ذكرت صحيفة لانوفا إيكولوجيا الإيطالية أن روما تستعد لنشر أكثر من 470 جنديا في النيجر للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا. الصحيفة أوضحت أن الدفعة الأولى من القوة الإيطالية ستتكون من 120 جنديا، كما سيجري إرسال بقية القوة في مطلع شهر يونيو القادم. وبحسب الصحيفة فإن القوة ستعزز ب 130 عربة عسكرية وطائرتين بقيمة 50 مليون يورو تقريبا، وستتولى القوة نفسها أنشطة تدريبية لوحدات الحدود النيجيرية للحد من تدفق المهاجرين نحو ليبيا. في ملف الهجرة أيضا، قال مبعوث مفوضية شؤون اللاجئين المعني بالبحر الأبيض المتوسط فينسنت كوشوتيل أنه من المقرر أن يصل 42 لاجئا من ليبيا إلى سويسرا مطلع أبريل المقبل. وأوضح كوشيتيل في تصريح لموقع سويس إنفو أن نقل المهاجرين جاء ضمن عملية طارئة لإخلاء المهاجرين المهددين من مراكز الاحتجاز في ليبيا، أغلبهم من النساء غير المتزوجات. وأضاف المسؤول الأممي أن سويسرا تدرس استقبال المزيد من اللاجئين ليصل العدد إلى 80 لاجئا يتم نقلهم من ليبيا عبر النيجر.
أعلنت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات بدأها مشروع تحسين الاتصالات في أرجاء البلاد بقيمة 1,700,000,000 دولار. وأفاد رئيس الإدارة فيصل قرقاب في تصريح لوكالة رويترز بتوقيع الشركة عقدا بنحو 80,000,000 دولار مع شركة عربسات لتوفير خدمات القمر الصناعي البديلة، إضافة إلى مراقبة الحدود لفترة 15 عاما. وأوضح قرقاب أن مشروع القمر الصناعي يحتاج نحو 18 شهرا لكي يكتمل، فضلا عن جلب المعدات اللازمة كالبطاريات والمولدات للتعامل مع قطاع التيار الكهربائي في فترة الصيف. في أول زيارة لمسؤول من الحكومة المقترحة للمنطقة الشرقية، قدم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن ونيس واجب العزاء الجمعة لعائلة الكاتب والأديب سعيد خيرالة العبيدي بمدينة طبرق. ونيس وخلال الزيارة تعهد بطباعة ونشر كتاب حول الكاتب سعيد العبيدي، فضلا عن قيامه بجولة في المدينة شملت قناة ليبيا الوثائقية بالمنطقة. يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنية أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بالقبض على أي وزير تابع للمقترحة يمارس أعماله داخل نطاق سيطرة ميليشيات الكرامة. أرسل اتحاد المصدرين السوريين التابع لنظام الأسد أول سفينة شحن محملة ب 300 طن من الألبسة والمواد الغذائية إلى المنطقة الشرقية. وقالت وكالة الأنباء السورية الموالية للنظام إن هذه الشحنة سبقها اتفاق تجاري بين وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري مع نظيره في الحكومة المؤقتة. وأضافت الوكالة أن اتفاق الوزيرين يقضي بفتح خط تجاري بين سوريا والمنطقة الشرقية في ليبيا، وذلك عقب مشاركة عدد من التجار في معرض أقيم في دمشق الشهر الماضي. طلب محامو رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج المدعين الرسميين في بريطانيا بتفسير أسباب رفضهم خضوع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأسبق مارك ألين للمحاكمة لدوره في تسليم بالحاج وزوجته إلى نظام القذافي عام 2004. وذكر موقع ميدل إيست أي البريطاني أن بالحاج وزوجته تعرضا للتعذيب من قبل الشرطة السرية للقذافي آنذاك بعد ترحيلهما من قبل بريطانيا. وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أخبر المحكمة العليا بأن الظروف المحيطة بقرار النيابة العامة بشأن ألين يجب أن تظل سرية لحماية الأمن القومي البريطاني حسب تعبيره. أكد مجلس بلدية غريان استعداده لإجراء انتخابات جديدة لمجلس المدينة بعد انقضاء مدته القانونية في أبريل المقبل. وطلب المجلس في رسالة رسمية نشرها على حسابه على فيسبوك، طلب وزارة الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بالاستعجال في بدء التجهيزات للانتخابات البلدية عند انقضاء مدته القانونية الفترة القادمة. دعا المجلس البلدي لغريان كافة مكونات المدينة للتكاثف لمطالبة الجهات الرسمية بسرعة الاستجابة لمراسلاته، نافيا أن تكون لديه النية لتمديد ولايته بعد انقضائها. قررت لجنة انتخابات المجلس البلدي بالزاوية تمديد فترة تسجيل الناخبين حتى 29 من الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الانتخابات أسامة الكابول النبأ أن تمديد سببه ضعف إقبال الناخبين على التسجيل، إذ بلغ عدد المسجلين حتى اليوم قرابة 5,000 ناخب فقط. يشار إلى أن باب تسجيل الناخبين في انتخابات بلدية الزاوية كان من المقرر لها أن يغلق في 22 من مارس الجاري. أحيا الاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية بمكتب غات احتفالية عيد الأم والطفل بحضور عدد من الجاليات النسائية. وتضمن الحفل عدة عروض تحاكي الموروث الثقافي وبعضا من الأعمال اليدوية إلى جانب فقرات التكريم التي خصصت للأم المثالية.
بمناسبة عيد الأم والطفل، وتضمننا أيضا كلمة المرأة اليوم العالمي للمرأة، حتى هو دايرين المأكولات الشعبية، ومدايرين الزي التراثي، ومدايرين تكريم المرأة المثالية، لأن هذا يومها الأم المثالية. شكرا لكم مشاهدينا على الاهتمام. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقع النبأ.tv وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. إلى اللقاء.